حطيت ببالي هدف معين وقلت لا أكيد إن شاء الله حتنجح هالفكرة. مرحبا، واضح أنا دانيا من الشام، عاملة مشروع صغير طبخ بيتي تقريبا من 4 سنين بلشت فكرتي بصحن برك. بلشنا أنا وأكثر من صبية نعمل صحون برك ونوزعها على مراكز كتير كبيرة هون بالبلد عنا، مثل مراكز طب الأسنان، مثل مراكز تجميل، مثل مشافي، مشان ندوق شغلنا. بعدين بلشت ينطلب مني أكثر من صنف، فإجباري صار بدي كبر الكادر، لازم أكون كنت لحالي. لا، استعنت بصديقة لإلي إنه شو رأيك ممكن نحنا أنا وياكي نعمل شيء تاني. كريم شارلوت عنا اليوم 15. طب أوكي، احنا 4 سيدات عم نشتغل بالمطبخ، بس احيانا تكون عنا بالمواسم بالاعياد احنا ممكن نكون 8 او 12 على حسب كمية الطلبات اللي عم تجينا. قبل مشروع المطبخ كنت عم درس بعدة مدارس، طلعت بالفكرة كتير استشرت عالم حبزوني وعالم شجعوني وقالوا لي ممكن هالفكرة تنجح، وعالم لا قالوا لي لا يمكن ما تنجح وما تتأمل كتير وعنا بالبلد كله فاشل. في عالم بيوصونا على طلب بنوديلهم الطلب وبنرجع بنروح للمكان وللعنوان فما بنلاقي الزبون. يعني الصعوبة الثانية اللي عم واجهها هي صعوبات التنقل، المواصلات كتير صارت غالية والزبون ما عم يتقبل فكرة انه نحن يدفع اجار توصيل يعني زيادة عن النظامي. اسعار المواد الاولية كمان يوميا بشكل يومي عم يصير زيادة بالاسعار الاولية. كل شرائح البلد ممكن، يعني سيدات أعمال، مشافي، بنوك، أفراح، كتير عالم بتوصل أعياد الميلاد لعزومات كبيرة، الأعراس موجودة بأي صالة. يعني نجاح ومصداقيتك مع العالم الكبيرة، إنك العالم بتحبك، تشوف شو عم تعملي، تكوني متواصلة معهم بشكل يومي، توصلي لقلوبهم، ما تفكري بالربح فورا، فكري بالأول بمحبة العالم لإلك. يومي بيجينا كتير أسئلة إنه كيف هالأكلة بتعمليها، شو مكوناتها، فنحنا ما كتير بنكون فاضيين عم نشتغل بعملنا بشغلنا، فهلأ نحنا حنعملنا مدونة إلكترونية حتنزل فيها كل الوصفات وكل الأكلات. طموحي إنه أوصل لكل شيء سوريين برا البلد. طموحي الثاني إنه يكون عنا الأكبر طبعاً، إنه يكون عنا مطعم وسط دمشق. رسالتي لكل شاب وصبية قاعدة بالبيت، لا تضلكم قاعدين، لا تستنوا فرصة عمل، انتوا اخترعوا وشوفوا وين طاقاتكم وين امكانياتكم واعملوا مشروع صغير، اكيد مع الوقت رح ينجح رغم كل شيء صعوبات اقتصادية عم نمر فيها.